مرحبا بنات، معاكم ميك اب ارتست دانا الصيروفي من الكويت. اليوم انا موجوده مع خبيره التجميل العالميه من اربن دي كي ايزابيلا كروز. سوت لي هذا اللوك الحلو اللي هو اسمه الهيلو لوك. تابعوا خطواتها الحين في الفيديو وشوفوا كل التبس اللي سوته. وخلصنا اللوك مثل ما شفتوا الخطوات. الحين راح نثبت الميك اب في الاول نايتر الميك اب سبراي سيتنج. طبعا الحلو فيه انه هو يدوم 16 ساعه ما يخلي الميك اب يتحرك، واحلى من كذي انه هو ما يخلي الفونديشن يطبع على الحجاب، فهالشيء صراحه خيال. Done.